أهلا بك في تمرين اليوغا نيدرا، تمرين يستهدف أن نرخي أعضاء الجسد بأكملها كي نخرج من هذا البدن التشنجات والضغوطات. اختر مكانا هادئا، أقفل هاتفك وأغمض عينيك واستلقي على فراشك أو على سجادة يوغا وفي وضعية الأمبراطور، أي الرأس والرقبة على وسادة رقيقة، الركبتين أيضا كل ركبة على وسادة، وليكونا في وضع استرخائي، وكل ركبة باتجاه، في حين يتصل الكاحلان في الأسفل. واجهد أن يكون جسمك في وضعية مريحة. ابقى خلال هذا التمرين واعيا متنبها ومصغيا إلى صوتنا هذا. سنحمل انتباهك إلى مختلف أعضاء جسمك. الحظ هذه الأعضاء من دون حصر مرهق للتركيز، لأن ذلك يعيق الاسترخاء. وعندما تلاحظ أن فكرك مشتت، عد إلى متابعة صوتنا الذي يوجه تمرينك. تنبه الآن إلى جسمك المسترخي والممتد بسكون وهدوء، ودع عينيك مغمضتين طيلة هذا التمرين. المرحلة الأولى، خذ نفسا عميقا من الأنف وأتبعه بزفير عميق. تحسس نفسك الذي تهدأ وتيرته، وتحسس دقات قلبك كذلك وهي تغدو أكثر بطئا. عندما تتنشق الهواء، تحسس البطن يرتفع، ثم تحسسه ينخفض مع الزفير. تنشق الاسترخاء واذفر متحسسا كل الضغوطات تخرج من بدنك. تنشق الاسترخاء يدخل مع الهواء وإلى كل خلية في جسمك، واذفر وتحسس التشنجات تخرج من جسدك. استرخاء يدخل وينمو، وشهيق استرخائي يخرج الضغوطات. المرحلة الثانية وتسمى بالسنسكريتية سانكالبا، أي النوايا أو النية الإيجابية. فكر بنية قصيرة مثل أنا هادئ ومسترخي، أو أنا سعيد ومعافى، أو أي نية أخرى موجزة وتكون بصيغة الحاضر. والآن رتب داخليا هذه النية مرات ثلاث. فالنية التي تردد في تمرين اليوغا نيدرا تزرع
مدير التغير والتحول في حياتك. والآن دع التنفس شهيقا وزفيرا يتم بوتيرته التلقائية العادية. المرحلة الثالثة والأساسية، وهي كنس الجسد بمختلف أجزائه وأعضائه. بلياج لكم، سنوجه انتباهك الآن إلى مختلف مناطق وأعضاء بدنك، وذلك عبر مراحل ثلاث. 1، الحظ كل منطقة نذكرها لك. 2، تحسسها. 3، أرخها من دون أن تحركها أو تحرك أي جزء آخر من جسدك. وجه انتباهك إلى يدك اليمنى. تحسس إصبعك الكبير أي الباه، ثم السبابة، الإصبع الثالث، الإصبع الرابع، والإصبع الأصغر. تحسس بعدها راحة اليد، ثم ظهر اليد، معصم الأيمن، الزمد الأيمن، الكوع، الذراع، الكتف الأيمن، الإبط، جنبك الأيمن، الخصر، الورك، الفخذ الأيمن، الركبة اليمنى، الساق، الكاحل، كعب القدم اليمنى، وسط القدم، أعلى القدم، أصابع القدم اليمنى، الإصبع الكبير، فالثاني، فالثالث، فالرابع، فالخامس. انتقل الآن إلى تحسس اليد اليسرى، الباهن، السبابة، الإصبع الثالث، الرابع، الإصبع الأصغر. تحسس راحة اليد اليسرى، ظهر اليد، المعصم، الزند، الكوع الأيسر، الذراع، الكتف الأيسر، جنبك الأيسر، الخصر، الورك، الفخذ الأيسر، الركبة اليسرى، الساق، الكاحل، كعب القدم اليسرى، وسطها، أعلاها، أصابع القدم اليسرى، الإصبع الكبير، فالثاني، فالثالث، فالرابع، ثم الخامس. الآن انقل انتباهك إلى القسم الخلفي من بدنك، من فوق، أسفل الرأس، أسفل الرقبة، أسفل الكتف اليمنى، العمود الفقري من أعلى إلى أسفل، الجانب الأيمن من الكتف ومن الظهر، الجانب الأيسر، الخصر الأيمن، الخصر الأيسر، الورك الأيمن، الورك الأيسر، الفخذ الأيمن فالأيسر،
الساق الأيمن فالأيسر، الكعب الأيمن فالأيسر. الآن انقل الانتباه إلى القسم الأمامي من بدنك، من أعلى فروة الرأس، الجبين، الحاجب الأيمن، الحاجب الأيسر، ما بين الحاجبين، العين اليمنى، العين اليسرى، الأذن اليمنى، الأذن اليسرى، المنخار الأيمن، المنخار الأيسر، الوجنة اليمنى، الوجنة اليسرى، الشفة العليا، الشفة السفلى، كلا الشفتين ومنطقة تلامسهما، تحسس اللسان داخل الوجنة اليمنى، داخل الوجنة اليسرى، الفك الأسفل، الحلق، الحنجرة، الكتف الأيمن، الكتف الأيسر، الجانب الأيمن من القفص الصدري، الجانب الأيسر منه. القسم العلوي من البطن، السرة، القسم السفلي من البطن، الحوض الأيمن، الحوض الأيسر، المنطقة التناسلية، كامل الرجل اليمنى، كامل الرجل اليسرى، الرجلان اليمنى واليسرى بأكملهما معا، كل الذراع الأيمن وكامل الذراع الأيسر. تحسس الذراعين الأيمن والأيسر معا هادئين. تحسس وجهك بأكمله، الرأس بأكمله، جذع الجسم بأكمله، والآن تحسس بدنك في حالة استرخاء تام، الجسم بأكمله وقد تحرر من الضغوطات، البدن وقد تخلص من كل التشنجات. المرحلة الرابعة، في زفيرك هذا تخيل وتحسس أمواجا من الاسترخاء تطفو على جسدك وتحمل معها الضغوطات، وعند الشهيق تحسس أمواجا من النفس تحمل معها السكون إلى كل جزء من جسمك. اصفر وتحسس أمواج النفس تحمل معها المخاوف وتخرجها من جسمك، وتنشق موجات الهدوء التي تحمل السلام والسكون. المرحلة الخامسة، وفيها نعاود الانتباه إلى الجسد،
الحظ بدنك الآن مبددا، وتحسس حالة الاسترخاء التامة التي يشعر بها. تحسس حالة الهدوء والسكون التام التي يخبرها جسدك. تنبه بلطف إلى بدنك الممدد وفي حالة من الاسترخاء التام. تحسس الأجزاء التي يلامس فيها جسدك الفراش، كعب القدمين، أسفل الركبتين، المقعدة، أسفل الذراعين، أسفل الرأس. أرخي كل هذه الأجزاء إرخاء تاما، وكن واعيا تماما لجسمك المسترخي كليا. المرحلة السادسة، تحريك أصابع اليدين والقدمين. حرك ببطء أصابع يديك، ثم حرك ببطء شديد أصابع القدمين كذلك. حرك الآن رأسك بلطف ومع الشهيق، مدد جسدك ثم تساءل بأقصى ما يمكنك القوة. التساؤل يساعد على إخراج التشنجات وعلى الاسترخاء. المرحلة السابعة، تمدد الآن على جنبك الأيمن ببطء، ثم كرر داخليا النية التي سبق أن نويتها. رددها مرات ثلاث وتحسس هذه النية في جسدك، وتحقق من أنها صارت حقيقة واقعة. المرحلة الثامنة والأخيرة، عد رويدا رويدا إلى وضعية الجلوس، وأبقي العينين مغمضتين. خذ نفسا عميقا شهيقا وزفيرا لمرات ثلاث. الحظ أثر ومفعول اليوغا نيدرا في جسمك كله وفي فكرك. اختبر حالة الهدوء التام هذا في الجسد وفي الفكر. والآن افتح تدريجيا وببطء عينيك. اليوغا نيدرا.